هذا هيكل تجربة العمل. طبعا اخترنا تطبيقات الصفورة التفاعلية، الهدف العام أن يكون المتدرب قادرا على التطبيق العملي. طبعا للصفورة التفاعلية اخذنا قسمنا لوحدتين، الوحدة الأولى مكونات الصفورة التفاعلية، الهدف التعرف على مكونات الصفورة التفاعلية، إجراءات التعلم، استخدام أجهزة العرض، استخدام الصفورة التفاعلية، أنشطة التعلم وورش عمل، ومتطلبات التنفيذ كانت أجهزة العرض، والزمن كان 60 دقيقة، ما شاء الله. والمراجع كان للدكتور عوض خالد، ما شاء الله. مهم النموذج هل هو مهم للمدرب والحقيبة؟ نعم مهم، يعني ممكن أن المتدرب أو حضر دورة تدريبية وعنده هذا النموذج يستطيع أنه يقدم دورته بكل مريح. يا سلام يا سلام، كلام رائع. خلنا نصور أيضا الشيخ الجميل هذا اللي معنا في المجموعة، ما شاء الله. كانت ورش العمل كانت جيدة في تطبيقاتها؟ ممتازة جدا، كان لها أثر إيجابي على المتدربين عموما، ما شاء الله. والله يعطيك العافية. شكرا شكرا لك، كل شكر. الله يجزيك كل خير، شكرا لكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شكرا لكم شباب، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام يا سلام على الشغل الحلو، يا سلام. احنا تطرقنا لموضوع مهم جدا وهو ما يسمى بالبحث العلمي، ما شاء الله. احنا متخصصين اصلا حكم التخصص، ما شاء الله، في النشاط تخصصكم وفي الموهوبين، ما شاء الله تبارك. جميل، اذا بعد ما تركبون الورقه راح نسمع منكم ايجاز عن هذه الورقه. يا سلام يا سلام، بس شكرا لكم. يعجبني النشاط، النشاط والموهوبين سوا، ما شاء الله. ايش التشارك كذا؟ احنا من 10 سنوات مع بعض، ما شاء الله تبارك. يا سلام يا سلام يا سلام، شيء رائع.